مرحبا. الام تي في بتطلق بالتعاون مع تي اف ام برنامج جديد اسمه تيلي شوبينج. رح يطل تيلي شوبينج كل يوم عليكم بمجموعه اغراض جديده ومتطوره ما بتلاقوها وين ما كان وبالاسواق اللبنانيه. الكواليتي تبع اغراضنا توب لانها جايه مباشره من فرنسا لترضي كل الاذواق. وهالاغراض اذا عجبتكم تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكم على البيت من دون اي كلفه اضافيه، مع إمكانية الرد إذا هالبرودوي ما عجبكن أو ما ناسب ذوقكن. سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستلام من خلال الليبان بوست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على 81-218-ألف. الغرض اللي أنتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان. مين منا ما بيحب يكونوا تيابو أو مفروشاته أو حتى سجاداته نضاف ومرتبين؟ هلأ مع ديتاش إكسبرس مش ضروري أبداً يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي، أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهونيك. مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ، حتى البقع يلي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع ديتاش إكسبرس وما قالك إلا تجرب. فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد، كمان فينا نرشه لأنه بيجي معه مرشة هيك بيصير بخاخ أو سبراي. صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت، أكل، فطر، يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوسخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس. مثل ما اسمها بيدل ديتاش، الديتاش بتشيل البقعة وبسرعة كتير كبيرة. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للموكيت، للتياب، للشراشيف، للسجاد، حتى لفرشة التخت، للكنبيات كمان، يعني شو ما بدكم. بالسيارة كمان إذا وسختوا السيارة فيكم ترشوا هالبرودوي المصنوع من فرنسا، هو الحل الوحيد، بيشيل البقعة وكمان بيبيض، حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الأشياء يلي بتبقى وعادة ما بتروح بسهولة. هلأ ست البيت فيها تختار الطريقة اللي بتناسبها، إذا بدها تغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودوي مثل ما عم بتشوفوا على الشاشة، وبنترك هالقطعة أو بنترك الوسخ لثواني كتير قليلة وبتشوفوا النتيجة عن جد مثل السحر. حتى فينا نستعمله للقماش رقيق مثل الحرير أو القماش اللي كتير ديليكا. إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان مثل ما عم يبين قدامنا على الشاشة، ملقعة واحدة بس وكل الفوج بينضف. ديتاش إكسبرس بيحافظ على نضارة الألوان شو ما كان، أبيض، أسود، ملون، ما بتبوخ الألوان أبداً، حتى ما بيعمل حساسية على البشرة. الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقع. اتصلوا هلا فينا على 81-218-ألف، اشتروا ديتاش إكسبرس بس ب 50 دولار. وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم دغري وب 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد الليبان بوست. اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس، إن شاء الله كل مرة بنحكي عن برودوي جديد من تيلي شوبينج بالتعاون مع التي أف آن. كل هالبرودويات عم نجيبها نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وترضي كل الأسواق. بيقولوا الشعر تاج المرأة والتاج بده اهتمام. كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتا نطلع من عند الكوافير، بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بصالونات الكوافير كل يوم في غدا أو عشاء بلبنان، تي تايم، برانش، تعرفوا المناسبات كتيرة عنا، والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبها ومظهرها الحلو. حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب. اليوم ومع فرشاية إنستايلر لنالك الحل. شو ما كانت نوعية شعرك، ليس، فريزي، منوبر، وقد ما كان طوله قصير، طويل، مثل شعري نص نص، إنستايلر إليك. نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي وقت، رح توفري مصاري، والنتيجة ذاتها مثل عند الكوافير. هلا يمكن يزعلوا مني شوي الكوافيرية لأنه شغلهم رح يخف، بس هيدي الحقيقة، كل صبية أو سيدة صارت هي الكوافيز. معنا بالاستوديو ثلاث صبايا اوريدي بلشوا يملسوا شعراتهم بها الانستايلر، رح اتوجه لعندهم تشوف وين صاروا شعراتهم كيف صار موديلهم. هاي صبايا، ما اهضمكم قاعدين تمليز. قديش بتحبوا الليس ستيسي؟ قديش عن جد بتحبي شعرك يكون ليس؟ انت شعرك شكله بينوبر شوي. مزبوط، كثير بيعذبني شعري قد ما بضل منوبر. سو انستايلر هي الحل.
مظبوط. ايه مش غلط ابدا، ما دي الفرشايه عادي. ليك باتي شو سريعه وشو لارا، خبريني انت شو ماشي حالك كمان بالفرشايه؟ يعني انه انا شعري فريزير. انت هلا شعرك طالع من الحمام وهالقد في طعجه؟ ايه. انا مثلا رحت عند الكوافير تيصير هالقد في طعجه. لا لا هو فيه طعجه يعني فريزير. اوكي، سو بدك ان ستايلر. اكيد انه بنتعرض كثير للغسيل بالجمعه 3-4 ايام، فانه أكيد. مش براتيك نروح عند الكوافير. باتي انت شعرك اطول شعر بس انه مقلعه. هلا انا حبيتها اكثر شيء لانه براتيك يعني. انا رح اترككم تكملوا شعراتكم لانه بعتقد بدهم شوية وقت. مع هالفرشايه البراتيك ان ستايلر وسهله الاستعمال، صار فيكي وين ما كنتي مثل ما سمعتوا من باتي تاخديها معك، اذا كانت بالبيت، بالجيم، رحتي على البحر، سافرتي، يعني عن جد انها كثير سهله، صار معك صالون متنقل. ان ستايلر ما بتحرق ابدا الشعر ولا بتقصفه، يعني بتحافظ على نوعيته مثل ما كلنا منحب، لانه حرارتها موزعه مثل ما ملاحظين. هلا انا منا دايره عندي، بس الحراره بتتوزع عليها بالتساوي، حتى البنز اللي موجودين عليها عاده غير فراشة بيقعوا كتير متينين وما بيقعوا ابدا. يمكن تلاقوا على نسا ان ستايلر بالسوق مثل هالفرشاية، بس كونوا اكيدين مش مثلها ابدا. الرقم قدامكم على الشاشة 81-218,000. خدوا موبايلكم هلا واتصلوا فينا لتحصلوا على ان ستايلر ب $60 وين ما كنتوا بلبنان وبحيالله منطقة عم تحضرونا، ب 48 ساعة بس توصلكم ان ستايلر على نص البيت من دون أي كلفة إضافية ومن خلال لي بون بوست. رح أعرفكن اليوم على الكريب بارفيت. في حدا منا ما بيحب الكريب؟ صبع الترويقة على الغداء، على العشاء، ديسير، سناك، يامي، أطيب شي الكريب. هلا ناس بتحب كريب سالي وناس بتحب كريب سكري، وفي ناس مثلي بيحبوا اثنين. كريب بارفيت مثل ما اسمها بدل، تطلع معك الكريب بارفيت. حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بدكن كمان. ما في لزوم تكون شيف أو ست بيت شاطرة، صار فيك أنت مسيو تعمل كريب للولاد أو الولاد هن يعملوا كريب لأهلهم. هالمقلة ما بعرف إذا في يسميها مقلة، بس هي أكيد مقلة عجيبة، مقلة براتيك، مقلة أوريجينال، سموها مثل ما بدكن. شكلها جديد، مش معقول تلزق أو تحترق العجينة عليها. قد ما قلكن عنا غير ما استعملها قدامكن. رح نجرب أصلاً بمجرد ما تحمى، يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين بتحمى منيح، وهيدا الصحن بيجي معها باي ذا واي. منحط عجينة الكريب، ننطر شي 5 ثواني أوكي، ومنقلبها من دون ما نحط ولا زيت. ليكو شو حلوة، من دون ما نحط ولا زيت ولا زبدة. كلنا بنعرف قديه بيضره للصحة، وقديه بالمقلي بنقعد ساعة بنعملها لتطلع مرتبة. بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة، بثواني بتخلص وبتصير جاهزة للأكل. ولحق على كريب إذا فيك، بس إذا نصحته ما تحطه الحق علي، أهين شي تقدر تعمل صرت كريب ببيتك. ما بتصرف كهرباء لأنها وفيرة، الكواليتي تبعها توب. ولتصير عندكم بمطبخكم تتصلوا هلا على الرقم يلي عم يقطع على الشاشه 81-218,000 واطلبوا هالكريب بارفيت ب $50 بس. بحي الله منطقه كنتوا بلبنان عم تحضرونا وب 48 ساعه بس من دون اي كلفه اضافيه من خلال اللي بان بوست بتحصلوا على الكريب بارفيت و1000 صحتين. هلا خليني اجرب اقلبها انا وهون اذا بعد عندي وقت. هلا هول الكريبات بصراحه عملناهم قبل ما نطلع على الهوا، ما رح زعبر، اكلنا منهم، بس انه طالع عبالي انه خلص العجينه منيحه صارت بتجنن. وهيدي العجينه قدامكم اندو، ليكو باي سهوله قدرنا نقلبها. هلا بهالطريقه اول ما نقلبها فيكم تحطوا هي وسخنه، لانه هون كانها مثل المقلي، بتحطوا الجبنه والجامبون بتسوح بتصير هيك، بتحطوا الشوكولا والبنان بتسوح بتصير هيك، وبترجعوا بعدين تقلبوها على الصحن. اوكي اندو، وليكو باي سهوله بتخلص الكريب وبتصيروا وحده ورا الثانيه. منحط، ننطر شوي، عدوا للخمسه سته اندو، ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي. كل يوم برودويات جديدة نقيناها خصيصاً لضرد كل أذواق المشاهدين، ومش حيالله مشاهدين، متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوبينج، أكيد بالتعاون مع تي اف ا. إلى اللقاء.